والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف بلقاسم دبرز عضو المجلس الأعلى للدولة. بداية أنا أرحب بك سيد بلقاسم، رحبتم في بيانكم بالمشروع في أو الشروع في تشكيل لجنة حوار، ولكن قلتم أنكم لن تنخرطوا في أي عملية سياسية وأي حوار سياسي إلا بعد التوقيع على أو بعد إنهاء حفتر تهديداته حول المرافق الدولة وكذلك انسحابه من قبل العاصمة. هل يعني هذا أن هناك جمود في العملية السياسية حتى يتم الاتفاق على هكذا شروط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من السيدة طيبة لكي ولضيوفك الأفاضل المشاهدين الكرام. طبعا هو أنا يعني أول مرة يصدر بيان، تقدر تقول يعني البيان كان موحد بين الجسمين اللي هو البرلمان ومجلس أعلى الدولة، توافقت فيه الرؤى بالكامل يعني، وتم التوقيع عليه من المجلسين، وهو اشتراط، وهذا الاشتراط لأن له يعني وضعت هذه الأشياء أولا لفعلا لوقف إطلاق النار الفعلي الحقيقي، مش الآن نتحدث عن أكثر من 10 أو 12 خرق حدث من مجرم الحرب وأتباعه في محاور جنوب طرابلس، وأمس الطيران في 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 ضواحي سرت أو في محيط سرت. بالتالي المصداقية والثقة معدومة، ولذلك البيان يعني إذا كان فيه فعلا حسن النوايا ووقف إطلاق النار فعلي وفعلا نذهب إلى السلام ونذهب إلى حوار، لابد أن نلتزم بما اتفق عليه الأطراف يعني وقف إطلاق النار وما يترتب عليه من عودة المهاجرين والنازحين والأمور زهاري والدراسة. أيضا اشترطنا حتى يعني فتح النفط اللي يشوف فيه يعني وصلت العبث نعود للعبث بمصدر رزق الليبيين الوحيد، وهنا ارتقى المجلسين بمسؤولياتهم واشترطوا ذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو الإنهاء فعلا بطريقة صحيحة وسليمة. ما تعليقكم عن لجنة أو مقترح البعثة الأممية بلجنة الأربعين المقدم لمؤتمر برلين؟ طبعا هو جزء منها لازال يكتنف الغموض في، وعلى الأقل لما نقول يكتنف الغموض على الأقل في 13 اللي عند البعثة وخارج المجلسين. طبعا مجلس الدولة أنهى اليوم مساء أنهى عملية، وبالتالي أكتملت جميع الدوائر اليوم، طرابلس دائرة طرابلس أكملت انتخاب ممثلها، بالتالي المجلس الأعلى للدولة أنهى الاستحقاق، وعادة المجلس الأعلى للدولة ينهي استحقاقاته في هكذا، أنا مش لأني انتمائي ولكن عادة ننهي استحقاقاتنا في أوانها. المجلس النواب لا زال متعثر إلى هذه اللحظة، لم يتم الاختيار. أيضا هناك واليوم كانت عندنا جلسة الأمانة وتناولنا هذا السؤال اللي حضرتك الآن سألتني هذا السؤال، اليوم في خلال جلستنا تناولنا هذه الجزئية اللي سألت عليها حضرتك، وهي الأربعين هؤلاء ومن هم مثلا وكيف حيكون اللي هم الثلاثاش اللي عند المجلس اللي عند السيد غسان سلام والبعثة، وإلى هذه اللحظة لم يفصح عليهم. بالتالي نتمنى أن هؤلاء 13 يكونوا أقرب للمجلسين، على الأقل تمثل فيهم المرأة من المجلسين سواء مجلس النواب والدولة، لأن بصراحة مثلا في مجلس على الدولة 13 دائرة لم تفرز سيدات أو العنصر النسائي بالمعنى هذا. فبالتالي نتمنى من هذه 13 اللي عندنا البعثة على الأقل تتمثل فيها السيدات. طبعا أنا لازلت لما أتكلم أقول غموض، نعم غموض، ربما ستكون الأحزاب السياسية من ضمن 13 اللي عند البعثة، ربما مجتمع مدني والسيدات، وقد يكون المكونات والله أعلم يعني، ولكن في تواصل اليوم على الأقل وصينا من خلال الجلسة أنه يتم التواصل مع السيد غسان سليم ومعرفة من هم 13 شخص أو 14 شخص اللي عند البعثة.